أحسن الله إليكم. تقول السائلة: هل يجوز أن نقرأ القرآن لأحد الوالدين إذا كان لا يعرف القراءة؟ وما حكم إهداء ثواب الأعمال للأموات المأجورين؟ إن كانت تقصد قراءة القرآن لأحد الوالدين أو لغيرهما وهو حي، فهذا يدرس القرآن ويعلم القرآن، يعلم القرآن ويقرأ هو ولا يقرأ له. وأما إن كان القصد قراءة القرآن للأموات فهذا غير مشروع، لأنه لا دليل عليه. ولكن المشروع الذي يصل إلى الميت من الأعمال المهداة ما صح به الدليل، وهو الدعاء للميت أو الصدقة عنه أو الحج أو العمرة عنه، هذه الأعمال ورد الدليل في أنها يصل ثوابها إلى الميت. وما عداها فالأصل أن العمل يكون للعمل. قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.